كاين اللي كانت شي توصيه وهو نركزوا على هذا الجانب هذا الثقافه الاستهلاكيه المحليه التي تتعرض للمسخ من طرف الشركات الكبرى يجب العنايه والدول ويعني اعطاء اهميه للثقافه الاستهلاكيه فين غنديروا هذا الشيء هذا فين غنديروه غادي نديروه يعني ربما في المطاعم مطاعم المؤسسات العموميه يعني مطاعم المدارس هذه الوجبات التي تقدم في المدارس انا شفت مع الاسف الشديد بعض المدارس كيبقاو يمشيو يقدموا للوليدات كيكس ولا شي ماكله بحال بحال النوع اشمن ثقافه غذائيه كنبقاو نمشيو نصنعوا يجب العنايه بالثقافه الغذائيه المحليه ونشجعوا انهم يحافظوا عليها كذلك الخطير في الامر وهو تكريس التبعيه عندما يعني كنبقاو نمسكوا الثقافه الاستهلاكيه المحليه الوليدات ما كيبقاوش يبغيوها وكيتعلقوا لك بشي حويجات اللي هما مستورده هاد الاستيراد حنا العكس المغرب بلد منفتح الحمد لله كل شيء كيبيع ويشري فيه واحد البلد اللي كيتقبل الاخر في واحد التنوع الى اخره الى اخره لكن نحن في عالم كل واحد كيقلب انه يدافع على الخصوصيه ديالو فملي انا ما كنبقاش نبغي البصار وكنبقى نمشي نعوضها بالمغلوب ولا ما كنبغيش نبقى ناخذ الطاجين ديال الحوت او لا الطاجين ديال السردين ونعوضو بالمغلو شنو هو الخطوره ديال هادشي السردين هو كاين غير في البحر كنخرجو نصيدو ونجيبو يعني معليش هي واحد التبعيه بينما هذيك 8 ديك 85 درهم اللي غنشري بها هذاك المغلو راه فيها تبعيه ثقافيه تبعيه اقتصاديه وتؤثر على ميزان تجاري وعلى ميزان الاداءات ديالنا خصني شحال نبيع ديال الماطيش شحال نبيع ديال السردين شحال نبيع ديال الفواكه الحمراء للخارج باش نجيب باش نوفر ثمن ذاك المغلو ديال 8 درهم ديال 8 ديال الدولار ونص خصني نخدم بزاف باش نوفر هذه القضيه هذه وبالتالي هذا الجانب ديال هذا التاثير العولمه على الاستهلاك له تاثيرات متعدده منها تكريس التبعيه بكل اصنافها.